المسابقات اللي انت دخلتها؟ دخلت مسابقات طبعا كلها لشركات يعني هي كلعبه خاصه ما لهاش علاقه باتحاد الكوره شويه أيوة. فهي كلها كانت عباره عن شركات طبعا يعني اخذت مركز اول سنه 2010 وفي التنطيط هي أيوة. مسابقه تنطيط كام جبت قد ايه نططت قد ايه؟ لا هي كان اكتر وقت نططت فيه وكانت مسابقه فعلا ممكن جبت رقم تقريبا ما اعرفش يعني الرقم ده تقريبا ما حدش عداه كانت 3 ساعات الا ربع ايه؟ كانت 3 ساعات الا ربع ورا بعض يعني ايه؟ تنطيط بتنطط كنترول 3 ساعات بالكوره الا ربع 3 ساعات الا ربع ومسجلين لك الكلام ده؟ متسجل الكلام ده في مسابقه انا واخد فيها اول بس هي الفكره في حاجه ان اه دايما الفكره هنا بتتقال ايه انت هتقعد تنطط 3 ساعات الا ربع ايه الزهق ده اه بالظبط بس لو داخل في بطوله هزهق ايوه بس محتاجه قوه عضليه هي بدنيه وقعت الكره وقعت مني ذهنيه بسبب ان عينيا دمعت بس بس اه لكن طبعا هي ليها تكنيك معين ليها يعني انا موسوعه جينيس اللي كسرت فيها الرقم انا كسر الرقم ضعف الرقم عديته يعني الرقم كان الاساسي 4000 في ساعه 4000 في جايب ساعة 8230 مين اللي في عمل ساعه 4000 في ساعة؟ لا مش عارف الاسم الحقيقه بس هو لاعب افريقي ما دخلتش افريقي من افريقيا مش اوروبي لا كمان لا لا من طيب ما افريقيا دخلتش اي مسابقات خارجية؟ بره مصر بره يعني مصر لا هو انا دخلت في مسابقه هنا وكان بسببها سافرت النمسا سافرت كانت الناس تبع برضو شركه هنا اخدت فيها مركز اول كان دي بقى اللي هي فيها الاكسترا سكيلز واحد على واحد كانت المسابقه عباره عن جون مشترك وواحد على واحد حتى كان النهائي كان كابتن شريف ارقامي اللي واقف جون لا والله ده حقيقي اه فدي اخدت فيها اول مصر وبسببها سافرت النمسا وكابتن شريف خد ايه؟ جبت جون فيه لا والله جبت جون بس فدي مسابقه ما لهاش علاقه بالفري ستايل قد ما لها علاقه بالاكسترا سكيلز اللي هي جبت واحد جون في على واحد شريف اكرامي؟ يعني شرف ليا اكيد اتحط في السي في بتاعي ده الخماسي ولا ايه؟ كان اه ملعب كان ايه؟ هي المسابقه زي اللعبه اللي كنا بنلعبها زمان اللي هي جون مشترك فهي كانت نفس طب الفكره وشريف كان بيعمل ايه ساعتها في النمسا؟ هو كان ساعتها في الاهلي كان مشارك في كان البطوله مشارك في البطوله دي سنه كام؟ 2013 2013 كان مشارك شريف كان اكرامي مشارك في البطوله كان ايه يعني لعيب وجون ولا ايه يعني؟ لعيب ضد لعيب هي الفكره كلها عباره عن هي اسمها او يعني المسابقه عباره عن جون مشترك ايوه اللعبة عبارة عن جون مشترك واحد ضد واحد بس بقوانين معينة غير اللي كنا بنلعبها زمان مثلا في الشوارع والحاجات دي ايوه وحارس مرمى واحد هو كان كابتن شريف في النهائي اه بس فبتلعب الكرة هو التايم المفروض 5 دقايق او 3 جوان ايوه ايهما اسرع كسبت انت بقى كسبت جبت كام جون؟ لا جبت جون واحد بس هو جون واحد جون واحد بس والتايم خلص الحمد لله والتايم خلص لا ورحت كتير على كابتن شريف بس الصراحة ما شاء الله يعني. وحش افريقيا ما شاء الله ابن وحش افريقيا ده حقيقي فحاجة جامدة ان انت تجيب في جون يعني ده بالنسبة لي انا ده في السي في بتاعي عمر السعيد جاب في جون